رجل نام عن صلاة الظهر وهو إمام مسجد، ولم يستيقظ من نومه إلا بعد أذان صلاة العصر، فذهب إلى المسجد، وعندما دخل المسجد أقام المؤذن الصلاة، فتقدم وصلى بالجماعة صلاة العصر بنيته للظهر لنفسه، ثم بعد ذلك قام وصلى منفردا صلاة العصر، فما حكم ما فعل؟ الصحيح أن هذا جائز، الحمد لله. الصحيح أن هذا جائز والحمد لله، إذا دخل بنية الظهر الفائتة ثم صلى بعدها صلاة العصر فهذا فهذا جائز، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولو كان من خلفه ينوون صلاة العصر فلا بأس بذلك، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة، فدل على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة، فتجوز فريضة خلف أخرى وتجوز نافلة خلف فريضة والعكس.